السلام عليكم. الاسم الملاح احمد. الزياره تاع صاحب الجلاله، الزياره كانت مبرمجه وجا عندنا، جا المحل وتن الانتباه ديالو بالنسبه للعشوب والعطريه ودخلوا عجبوا الحال. وبالنسبه للحوايج اللي عجبوا هو المسك، بارفا المساك والعنبار داكشي عجبو. وسوني على ستيفيا، ستيفيا واحد النوع ديال السكر طبيعي، قال لي هذا مازال ما كاينش في المغرب، قال عارفه من بيننا هو كيف امريكا اللاتينيه. قلت له راه ولا تيتصاوب هنايا ولا تينبت هنايا. قال لي شنو بلاصه ملي تيجي؟ قلت له تيجي بطريقه صغيره ومطريقه كادي، مطريقه كادي. ومن بعد الكحل تا هو سولني عليه، قال لي كما عرفوش في الاول، قلت له هذاك كحلتي كحلو بين النساء. و السيد صاحب جاله متواضع بزاف والدرجه ما تتصورش، وقال لي كيف جاتكم الساحه، كيف جاتكم حسب ساحه قزادريه وسيد احمد كامل، بانه قلت له هادشي وقع تغيير بزاف و صوب شي محلاتنا الله يجازيك بخير، داك الشيء راه زوين. وبالنسبه للشعور، الشعور كان واحد الشعور فرحه صراحه، فرحه وعجبنا الحال وصورنا مع تصويره وعجبو الحال حتى هو مشي ناشط. بالنسبه لستيفيا اللي شاف سيدنا وجباته هي هادي، هو عنده ديجا معلومه عليها، قال لي بان هادي تجي من امريكا اللاتينيه، اللي راه الحماسه ولات تيزرعوها هنايا وسقات لهم من قريش من بلاصه. قلت لهم بان راه ولات تيزرعوها في طبوريكا وفي طرق صويره، وبينهم شحال اليوم هادي معروفه ستيفيا على حسب سكر طبيعي. ثاني حاجه اللي عجبات هادي اكبس، هادي قال لي اكبس هادي على حسب الدقاق ديال هادي. قال لي شنو هي باش كيفاش تصاوبوها؟ قلت لي هادي كنصاوبوها بلا باز ديال الزعفران وزيت الورق والفازلين، مزيان على حسب الشقاق ديالها. هادي شافت حتى هي هو الكحل شاف الصابون تا هو، الصابون ديال هادو شاف، هادو شاف هاد الياسمين والعنبار وهذا شم الريحة وعاد شاف هاد شاف هاد البرقان، شاف الساك، شاف الياسمين، شاف العنبار. هذا ماكادميا، هذا اللي تحضر عليه وشم. Thank you.